أمين. سيد عبد الله سعيد، أهلا بك ومساء الخير. إذا الأطباء يدخلون في إضراب مفتوح غير مسبوق كما يوصف بعد سلسلة من الإضرابات المتقطعة كانوا بدأوها في 16 من أبريل، هل ثمة فعلا ما يبرر هذا الإضراب المفتوح؟ شكرا أخي الكريم. في البداية مساء الخير للمشاهدين الكرام. أود أن أقول أن هذا الإضراب المنظم من طرف نقابتي الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين سبقه العديد من المفاوضات منذ أكثر من فترة تزيد على العام، ونحن في مفاوضات وفي رسائل وفي اقتراحات مع الوزارة المعنية من أجل تحقيق المطالب التي في مجملها تصب في تحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد. للأسف جميع المحاولات باءت بالفشل. قبل شهرين ونصف تقريبا تم استدعاؤنا من طرف رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية، واستقبلنا بأريحية، كان متفهما للمطالب وتعهد بإعطاء أوامر الوزراء المعنيين بحل هذه المشاكل، وتم بالفعل إعطاء الأمر، وكان هناك مستشار من الرئاسة يتابع الملف، التقينا به عدة مرات، كانت الأمور تسير في الطريق الصحيح إلى أن توقفت فجأة، وهو ما أدى بنا إلى الدخول في الإضراب. الإضراب بدأناه بالتدريج أيضا من أجل إعطاء فرصة للوزارة المعنية من أجل حلحلة هذه القضايا المطروحة. للأسف الوزارة لم تستجب، ونحن الآن في الأسبوع الرابع بدأنا الإضراب مفتوح من أجل تحقيق هذه المطالب. أريد أن أذكر أن هذا الإضراب هو أكبر إضراب في تاريخ البلد، تم مشاركة فيه جميع الأطباء العامين والأخصائيين والاستشفائيين الجامعيين. هذا الإضراب أيضا هو أول إضراب في البلد يهتم بتحسين الخدمات الصحية، وشاركت فيه نسبة تقارب 100% على عموم التراب الوطني. هناك 21 مستشفى على عموم التراب الوطني، 5 مراكز استشفائية متخصصة كلها مشلولة تماما في هذه الأيام، ما عدا الحالات المستعجلة التي يستثنيها الطبيب ويتعامل معها. نعم. أريد أن أقول أن هذا الإضراب أيضا أتى على خلفية مطالب، منها مطالب تتعلق أصبحت عائق للطبيب من أجل أداء مهامه، وهو تحسين توفير مجانية الحالات المستعجلة، لأنه يأتي المريض في حالة مستعجلة تتعلق بحياته ولا يجد الدواء في المستشفى، يذهب مرافق المريض من أجل جلب الدواء من خارج المستشفى، فيموت المريض بين أيدي الطبيب، لا يملك، ليست لديه إمكانيات لإنقاذ هذا المريض. لا. أيضا نطالب بمراقبة على الأدوية، نطالب بتحسين جودة الخدمات الاستشفائية من توفير أجهزة ضرورية، لأنه في معظم المستشفيات في الدولة لا تتوفر على فحوص مهمة مثل فحوص الهرمونات. على سبيل المثال عندنا في نواكشوط مثلا الآن الفحص بالمنظار متوقف في جميع المستشفيات ما عدا مستشفى واحد، وهنا أذكر حالة أتحمل مسؤوليتها، أنه في الأسبوع الماضي في أكبر مستشفيات البلاد المستشفى الوطني كانت هناك حالتين تتطلب فحص منظار مستعجل، وكان تم إحالتهما إلى مستشفى الشيخ زايد، ولكن للأسف سيارة الإسعاف لا توفر على البنزين المطلوب، وبالتالي ظلت الحالتان في المستشفى الوطني ولا زالوا حتى الآن في المستشفى الوطني. نعم. وسنعود الحديث عن هذا الإضراب سيد عبد الله سعيد من خلال ساعتنا الإخبارية المغاربية حتما ما دام هذا الإضراب مفتوحا. شكرا جزيلا لك من نواكشوط سيد عبد الله سعيد، رئيس نقابة الأطباء العامين.